وللمزيد من المتابعه ينضم الينا هاتفيا الدكتور محسن السلموني، استاذ الاقتصاد بجامعه لندن للعلوم الاقتصاديه. دكتور السلموني، بعد التحيه، لاول مره منذ 70 عاما تشهد النمسا هذه القفزه في معدل التضخم، في رايك الاسباب والتداعيات؟ الاسباب بالنسبه، اولا مساء الخير تمام لنا وللشعب المصري كله ان شاء الله. التضخم ده تضخم مستورد نتيجه عاملين مهمين. اولا الحرب الاوكرانيه ومع روسيا وقطع الغاز بكميات كبيره، مما ادى الى ارتفاع الغاز، اسعار الغاز بنسبه كبيره في السوق الاوروبي فالنهارده تمام. كمان في حاجه مهمه قبل التضخم دوت النهارده، فهم بيعالجوا التضخم، الدول الاوروبيه بتطبع فلوس، بتعمل زي النظام الامريكي بيطبع فلوس بالظبط عشان يقدر يسدد ميزانيه الخزانه بتاعته ويقدر يدي بعض المعونات للناس اللي موجوده هناك. ده تضخم لن ينتهي، هذا التضخم الا بحاجتين مهمين. الحاجه الاولا لازم الحرب دي يبقى فيه سلام. الحاجة التانية اللي هي خطيرة موجودة، ان الجو النهاردة في، احنا بنمر بجو الشتاء، والجو الشتاء قاسي في اوروبا السنة دي تمام. وفي ثلج، وفي يعني انجلترا عدى عليها اسبوعين من اخطر ما يمكن لحد النهاردة، درجة الحرارة فيها نزلت لخمسة تحت الصفر في لندن نفسها. فيها النهارده استعمال الكهرباء واستعمال الغاز تمام، زود من الكميات اللي هي غير متوقعه بالنسبه للجو زي ده. فالغاز النهارده اللي مقطوع من روسيا، امريكا بتموله لاوروبا بست اضعاف او سبع اضعاف القيمه اللي كانوا بياخدوها من روسيا اللي موجود. فالنهارده كمان طبع الفلوس الزياديه دي اللي موجوده فيها تمام من غير انتاج، دي وضع في منتهى الخطوره على الاقتصاد وعلى الخزانه الماليه في الدول الاوروبيه. الحاجه الثالثه، الدول الاوروبيه دوله صناعيه، دول صناعيه محتاجه تصنع طول الوقت. فالصناعه عندهم النهارده يعني اكثر المصانع شغاله بكفاءه نسبه 47%، مش شغاله بنسبه 100% لان ما عندوش الطاقه الكافيه يقدر يكمل فيها. فدي كلها عوامل مؤثرة تأثير جامد على الاقتصاد النمساوي والاقتصاد الأوروبي. فأوضاع خطرة، وبعض الناس النهاردة المرتبات بدأت تنخفض انخفاضات كبيرة لأن المرتبات غير كافية للتعامل مع الزيادات. الانخفاض ده النهاردة في زيادة أسعار غير طبيعية في المواد الغذائية، أسعار غير طبيعية في الكهرباء والغاز، أسعار غير طبيعية في المواصلات في الترانسبورتيشن. فالنهارده الموظف العادي أو الموظف الصغير محتاج يعوض ده، هيصرف إزاي؟ صحيح. فمرتبه النهارده بيحتاج يمكن ضعف المرتب، أي موظف النهارده محتاج ضعف المرتب ده علشان خاطر يقدر يتعامل مع هذا الزيادات. زيادة المرتبات بيؤدي سوء اكتر للتضخم، بيرفع المتضخم اكتر ما هو عليه. انا متوقع التضخم ده هيوصل لاعلى درجات، اعلى من اللي هو فيها دي في الوقت الحالي. نعم، الدكتور محسن السلموني استاذ الاقتصاد بجامعه لندن للعلوم الاقتصاديه، شكرا جزيلا لك.